سيدة مريم في سورة مريم وكرم العيلة كلها سورة آل عمران. لا احنا عارفين ديننا بيقول لنا ايه؟ عارفين ديننا بيقول لنا كويس، وبنفرق بين اليهود وبين العنصرية الصهيونية. في عنصرية صهيونية بيقتلوا ولادنا كل يوم في فلسطين والعالم بيتفرج، لأن في ناس يهود رافضين ده، رافضين ده. فلما تقوم تروح تقول له في ودنه السؤال على قوم يهوديه وكان بقى يقول لك ده عنصري، انا عمري ما كنت عنصري. وهاني شغل قبل كده اشتكاني في الامم المتحده، ما دي سلسله، ان انا عنصري وضد المسيحيين. قلت له ما فتحش حاجه، انا موجود مسيحي وعرفنا 24 ساعه في السنه. وكان فين فتحش؟ انا موجود ولا مش موجود؟ فين هو؟ فين مسيحي؟